السلام عليكم. هنكمل الكونديشنز اللي هي الشروط. شرحت الفيديو اللي فات الاف ال ستيتمنت. الفيديو ده هنشرح السويتش. ايه هي جملة السويتش؟ السويتش هي برضو زي الاف، بسأل بيها على الحاجة. هناك في الاف كنت لما باجي بسأل على حاجة، لو الشرط متحقق ايه اللي هيحصل؟ هيدخل جوه ويشوف الكود، لو كده غير كده مش هيدخل الا طبعا لو كاتبه له else. هنا بقى في السويتش بتعمل نفس اللي بتعمله if else، ولكن هنا بتكون اسرع من if else، كمان سهله في الكتابه وفي الفهم. السويتش بكتبها ازاي؟ اول حاجه بكتب الكيورد اللي اسمها سويتش، بعد كده بفتح قوسين، قوسين دول بحط فيهم، هنا كنا بنحط في الاف الكونديشن، هنا بقى بحط الفاريبل اللي انا عايز اسال على القيمه بتاعته، او لو قيمه انتجر لو هسال مثلا على قيمه على طول. بعد كده هفتح له اقواس، اقواس المجموعه بتاعتي البدايه والنهايه. جوه الاقواس دي بسال ايه؟ المفروض انا بسال على كذا حاجه، فعندي كذا، عندي كذا كيس، كذا حاله، فبكتب الكيس الكورد دي تتكتب زي ما هي، بعد كده هسال على الحاجه دي. فمثلا هنا لو هسال، انا عندي فاريبل مثلا اكس شايل واحد، فجي بسأل هنا بقول له كيس واحد، لو هو فعلا بواحد هيدخل ينفذ الاكواد دي، لو غير كده هيدخل يشوف الكيس اللي بعده، يشوف الكيس اللي بعده، لو ما كانش اي واحده، لو ما كانش اي كيس من الكيس دول هيعمل ايه؟ هيدخل عندي في الديفولت. بس هنا خلوا بالكم كل كيس لها بريك، كل كيس لها بريك، والبريك دي مهمة جدا، هي بقى اللي بتوقف الدنيا، يعني هي اللي بتوقف ان السويتش خلاص هي دي صح، روحي بقى ايه اطلعي خالص. زي هناك عندنا، زي هناك عندنا في الاف الس، ان خلاص لما بعمل اف الس اف الس اف، اول ما بلاقي حاجة تمام بيطلع خالص ما بيدخلش على بعده. هنا عشان احكم الدنيا واقوله ما تدخلش على باقي الكيسز، بعمل له بكتب له ايه؟ بريك. ناخد فرق بين الاثنين في الشكل. انا عندي هنا برنامج اسال فيه عن الاكس، لو الاكس قيمتها بواحد بيطبع لي ايه؟ ان اكس از واحد، وبعد كده بعمل اس اف بقول له لو اكس باتنين اطبع لي اتنين، لو غير كده اطبع لي ان الفاليد غير معروفه. ده شكل لو انا عايز اسال عن الاكس قيمتها بواحد ولا قيمتها ايه بالظبط. عايز اعمل نفس الكلام ده بالسويتش، فانا باجي هنا بكتب السويتش، احط عندي الاكس اللي هي اللي عايزه اسال عنها، الاكس ده المفروض متغير عندي شايل القيمه. في الحاله الاولى هنا كنت بسال بقول اكس بيساوي يساوي واحد، يبقى هنا الكيس عندي الكيس الاولى بكتب كلمه كيس والحاجه اللي انا عايزه اسال عليها. انا بسال يا ترى الاكس دي بواحد، يبقى بكتب الواحد، وبعد كده بحط علامتين، حط كولوم، وبكتب بقى لو الاكس عندي بواحد يبقى كيس واحد دي معناها بدخل، يا ترى لو الاكس بواحد ادخل اطبع لي ان اكس بواحد، وبعد كده اعمل لي ايه؟ بريك. طيب انا بقى عايز اسال لو الاكس بيساوي يساوي اتنين، يبقى انا عندي الاكس هنا اللي شايله القيمه، وهنا بس لو كيس اتنين، لو هي باتنين ادخل نفذ لي الكلام ده وبريك، يعني خلاص اطلع من ايه؟ من البلوك ده كله خلاص. طيب لو الاكس عندي مش بواحد ولا باتنين، هيدخل بقى على حاجه اسمها الديفولت اللي هي كانها ايه؟ للالس. الديفولت دي بتتنفذ اخر حاجه لو مفيش اي واحده من الكيس دي اتنفذت. الديفولت خلوا بالكم ما فيهاش بريك، لانه خلاص الديفولت كده معناها ان دي اخر حاجه عندك، هتنفذ الموجود فيها وتطلع. ناخد اول مثال. انا عندي اهو انت اكس شايله واحد، وعامله سويتش بسال على الاكس، بقول لو الكيس بواحد، يعني انا كاني بسال على الاكس دي بسال عن قيمتها، يبقى كيس دي كيورد ثابته معايا اللي عايز اسال عليها الناتج اللي هو يا ترى الاكس دي بواحد. خلي بالكم هنا لو انا هسال على انتجر فهيكون هنا انتجر، لو انا بسال على حاجه تشار يبقى هنا لما اجي اكتب التشار لازم احطه بين علامتين تنصيص، علامتين تنصيص مفرد زي كده. في حاله لو انا بسال على حاجه مين اتشار،
اما بسأل على حاجة integer يبقى تتكتب زي ما هي. انا هنا ما ينفعش اكتب variables ولا حاجة من الحاجات دي، انا لازم اكتب قيمة ثابتة. يبقى اللي بيتكتب هنا ده بيكون constant، ثابت ما بيتغيرش. فانا باجي هنا بسأل الحالة الاولى كيس واحد او كيس اتنين، او لو مش واحدة اي واحدة من دول هيطبع لي كده. فانا عندي هنتست اول حاجة الاكس عندي بواحد، فالمفروض السويتش دي شايلة قيمة هتدخل هنا الاكس بكام؟ بواحد. اول كيس هتواجهها ان هي ايه؟ بواحد. هل هي بواحد؟ فعلا هيدخل ينفذ لي الجملة دي ويروح ما ينفذش الباقي ويطلع، لانه خلاص الكونديشن عنده اتحقق، الكونديشن عنده متحقق ينفذ. طبع لي هنا ايه؟ طبع لي فعلا ان الكيس دخل، يبقى هنا الشرط ده متحقق عندي، يبقى دخل وطبع لي ان اكس بكام؟ بواحد. اغير بقى وخلي الاكس قيمة مختلفة، خليها 2، هنشوف فعلا هيدخل جواها ولا هيعمل ايه. بدل الواحد دي اخليها 2 واحفظ سيف، انفذ تاني. طبع لي ان الاكس ب2، يبقى في الحالة دي هو ما دخلش كيس واحد، لقاها مش متحققة عنده، فراح دخل على كيس 2. فدخل على كيس 2 لقى فعلا الاكس ب2، والقيمة دي اللي هو بيسأل عنها هي نفس القيمة هنا الموجودة عندي. فدخل هنا وحقق ايه؟ فدخل هنا ونفذ لي ايه؟ الكود. طيب يبقى احنا جربنا كده في الحالة الأولى لما الاكس كانت شايلة واحد، وجربنا لما الاكس شايلة 2. اجرب بقى لو الاكس شايلة غير ايه؟ دول. خليها مثلا 4، اسيف، انفذ. طبع لي ايه هنا بقى؟ المفروض الاكس شايل 4، يعني ولا هي لا هي بواحد ولا هي ب2. ففي الحالة دي هيروح للديفولت هيطبع لي ايه؟ هينفذ لي الكود اللي جواه اللي هي is unknown. يبقى في الحالة دي هيطبع لي الكود الموجود في الديفولت اللي هو بيقول لي ان الفاليو اكس unknown، يعني ايه؟ قيمة غير معروفة. طبعا اللي في البرنت ده اللي في السي اوت ده اي جملة احنا بنكتبها. يبقى كده احنا خلاص جربنا السويتش وعرفنا التنفيذ بتاعها. ارجعها واحد واعمل الكود ده بلوك اوف كومنت، من له كومنت. يبقى الاكس عندي موجودة بكام؟ بواحد. ادخل بقى اجرب حاجة تانية. يبقى الاكس ده المتغير ده موجود معايا، هكمل بيه اكتر من برنامج. شوف الكيس التاني، السويتش التاني بشكل تاني. انا هنا مش كاتبة بريك، يعني كاتبة له كيس واحد وكيس اتنين وكيس تلاتة، مش عاملة بريك غير عند كيس تلاتة. يبقى خلوا بالكم هنا نشوف ايه اللي هيتنفذ وبعد كده اشرح لكم. يبقى المفروض هيعمل بريك امتى؟ في كيس تلاتة. انفذ. هنا ايه بقى؟ طبع لي ايه؟ طبع لي السي اوت الموجودة تحت جملة كيس. يبقى ايه هو اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان لقى كيس واحد، ايوه هي الشرط هي متحققة عنده، بس ملقاش بريك، دخل على كيس اتنين، دخل على كيس تلاتة، وراح في الاخر طالما مش لاقي بريك قدامه هيطبق اي حاجة قدامه وهيطبع لي ايه في الاول، في الاخر يعمل لي ايه؟ بريك. يبقى هنا عشان مفيش بريك ايه اللي حصل؟ طبع لي حاجة غلط. دخل طبع لي اللي جوه كيس تلاتة. ليه؟ لان مفيش بريك عنده توقفه. يبقى هنا البريك مهمة ليه؟ لان هي بتوقف لي خلاص، تحكم لي الشرط انك لو متحقق خلاص اطلع بقى ما تكملش تسألها في اي حاجة تاني. هنا الشرط ايوة متحقق الاكس بواحد بس مفيش بريك توقفه، فراح دخل وكمل وطبع لي الجملة دي، وفي الاخر عمل ايه؟ بريك. طلع يعني بريك هيطلع من جوه البلوك ده، مش البلوك اللي هي المساحة الخاصة بالسويتش بالتنفيذ بتاعها. وقلنا عندنا هنا البلوك الخاص بأي حاجة بنحكمه عن طريق مين؟ قوس البداية وقوس النهاية. البلوك عندنا خاص بأي حاجة بنحكمه بإيه؟ عن طريق قوس البداية اللي هو ده وقوس النهاية ده. طيب أنا بقى هحول برضو البريد دي أعملها كومنت، هقفل بس التنفيذ، اسيف،
رن تاني. شايفين بقى ايه اللي حصل بقى؟ دخل كمان على الديفولت، على الديفولت، دخل كمان على الديفولت وطبع اللي جواه. يبقى كأني انا بوظت الكونديشن خالص في الاخر. يبقى البريك طالما مش موجودة البريك الكونديشن بتاعي هيبوظ. يبقى هو فعلا الاكس بواحد ملقاش بريك متوقفش، دخل على اللي بعدها الكيس التي ملقاش بريك متوقفش، دخل على الكيس التالت متوقفش، طبع السي اوت لقى حاجة توقفه لا ملقاش. طالما مفيش بريك يبقى هيروح للديفولت. يبقى الديفولت طبعا يبقى هنا دلوقتي طبعا الجملتين دي ليه؟ لان انا ما عنديش بريك. فراح جرب كل الحالات اللي عنده، يبقى هنا مفيش بريك فراح جرب كل حاجة وطبع اي حاجة موجودة عنده. اما لو في بريك كان وقف وطبع الحاجة المضبوطة ايه بالظبط. يبقى دي اهمية ايه البريك تكون موجودة عندي في جملة سويتش. اعمل الكلام ده كومنت وناخد مثال تاني مختلف. هنا بقى انا الواي عندي باربعة، عندي تغيير اسمه واي باربعة وبسأل عليه. المفروض في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ انفذ. هنا عندي دخل في الديفولت، دخل ليه في الديفولت؟ دخل هنا في الديفولت ليه؟ دخل في الديفولت لان اول حاجة، يا ترى اول حاجة الشرط اللي عنده الاولاني مش متحقق خالص، كيس واحد مش متحقق عنده وهو يبقى كيس واحد مش متحققة. فراح على طول راح على الديفولت، راح على الديفولت هنا طبع لي ايه؟ طبع لي الجملة الاخيرة ان هي واي از نوت ايه واحد او اتنين او تلاتة. طيب انا بقى لو دخلت اتنين شوف بقى ايه اللي هيحصل. لو خليت الواي باتنين يبقى المفروض هي هيعدي بقى على تلاتة. رن. هو ده فعلا اللي حصل، عدى على واحد مش متحققة، دخل على اتنين، ايوة هي الكيس باتنين، راح دخل كمل على بعديها ووقف عند ايه البريك. يبقى في الحالة دي لو الكيس الاولانية عندي متحققة هيعمل ايه؟ وملقاش بريك هيدخل على باقي وينفذه. لو الكيس الاولانية لقاه مش متحققة زي ما كانت هنا الواي باربعة راح عمل ايه؟ راح الديفولت على طول. هنا بقى الكيس اتنين متحققة الواي باتنين بس ملقاش بريك توقفه فراح دخل جوه ايه الكيس تلاتة ونفذ اللي جواه وطبع لي ان واي بواحد او باتنين او ايه بتلاتة. يبقى كده الحالة دي لو واي عندي بواحد او باتنين او تلاتة هيدخل يطبع لي ايه الجملة دي. لو واي بقى مش اي بقى اي حاجة من دول هيدخل لي على الديفولت على طول وهيتجاهل دول. يبقى احنا دلوقتي جربنا ايه؟ نجربهم تاني من الاول. نجربها لما هي بواحد، انفذ، طبع لي الجملة دي. لو هي باتنين طبع لي الجملة دي. يبقى داخل جوه كيس تلاتة يعني مفيش بريك توقف. خليها بقى الواي بتلاتة، راح طبع لي فعلا ان الواي عنده بكام از واحد او اتنين او تلاتة. اخليها بقى باربعة، الاربعة دي مفروض ولا ايه واحدة من دول يبقى هيروح على طول تلقائيا لمين؟ الديفولت، وهيطبع لي ان واي از نوت واحد او اتنين او تلاتة. انفذ. فعلا ده اللي حصل، الواي عندي باربعة فمش هي ولا واحدة من دول، فعلى طول هيروح للديفولت ويطبع لي ان هي ايه از نوت واحد او اتنين او تلاتة. طبعا ليها في افكار تانية كتير، انا حاولت اغطي اكتر من فكرة وابين اهمية البريك عندي. بريك مهمة جدا عندي في الكونديشن خاص في الكونديشن اللي اسمه ايه سويتش. في لما اجي اعمل كونديشن بالسويتش لازم البريك عندي يكون مهمة. حاجة مهمة الحاجة اللي بكتبها هنا لازم تكون كونست، يعني ما ينفعش احط الفاريبل. الفاريبل ممكن استخدمه هنا عادي من دون اي مشاكل. ده قلنا لو هستخدم انتجر يبقى اكتبه كده واحد زي ما هو واحد.
بعد كده لو هستخدم مثلا اتشال يبقى لازم يكون بين علامة التنصيص المفرد. خلاص ده عامل له كومنت. ادخل بعد كده ده خلاص دي شرحناها. شرحنا زيها فوق بس ممكن ننفذها تاني لان مفيش عندي بريك. فايه اللي هيحصل؟ انا عندي هو واي بواحد فيدخل ينفذ الكلام ده، طبعا مفيش بريك فيدخل ينفذ ايه الجملة التالتة دي اللي موجودة في كيس تلاتة، رغم ان مش دي كيس تلاتة بس عشان مفيش بريك توقفه فيدخل ينفذ اي حاجة لحد ما يلاقي بريك توقف. فلو انا رنيت كده فعلا ده اللي حصل. اول حاجة هو دخل يا ترى الواي بواحد. ايوه كان عندي كيس بتقول ان في واحد، ان الشرط ده بواحد، ففعلا انا عندي الواي شايله واحد فدخل لي طبعا لايه ان واي از واحد، لقاش بريك توقفه وراح دخل طبع اي حاجه قدام، طبع الجمله اللي بعديها مين اللي هي واي از واحد او اتنين او تلاته، وبعد كده عمل بريك. طب انا لو حطيت البريك في كيس اتنين ايه اللي هيحصل؟ يبقى هاجي هنا احط بريك، المفروض كده البريك هتوقفه فالمفروض مش هيدخل يطبع لي غير دي. ايوه هو غلط ان هو يدخل كيس اتنين بس انا عايزه اوقفه هنا، انفذ كده وده فعلا ايه اللي حصل، قدرت اوقفه في الكيس التانية مخلوش يروح الكيس تلاتة. خلاص اعمل الكلام ده كومنت. انا بقى عايزه اعمل بقى برنامج تاني الشرح اللي جاي اكزامبل، ان انا عندي برنامج بياخد رقمين وبياخد الاوبريشن، والاوبريشن دي بيسال لو هي جمع في الحاله دي هيعمل هيجمع الرقمين، لو هي ضرب هيطرح الرقمين. يبقى انا عندي دلوقتي نشرح هنا على ده. يبقى انا عندي هنا المفروض هعمل سويتش مين للاوبريشن، يبقى هنا اللي جاي المفروض هبعت هنا مين اكسبريشن، هبعت الاوبريشن اللي هي جايه هتكون جايه في مين في فاريبل، واسهل عليها هنا. الكونست ده اللي هيكون عندي ده هيكون بقى مين؟ هيكون الشرط، فلازم يتحط بالايه سنجل كوتيشن. هسال بقى الكيس اللي عندي كيس بالجمع وكيس بالضرب وكيس خاصه بالاسم، وفي الاخر خالص الديفول اللي هي بقى لو دخل اي علامه غير العلامات اللي احنا قلنا عليها الاوبريشن الاساسيه. نخش الكومنت ونبدا الكود ونشرح الكود. يبقى اول حاجه انا عندي متغيرين فيرست وسكند. فيرست وسكند دول هيشيلوا مين الارقام اللي هي داخله، مش انا عايزه اجمع واطرح. يبقى انا عندي رقمين عايزه اعمل عليهم العمليات الحسابيه، فسمي المتغير الاول فاريبل هو اللي هيشيل الرقم الاول، والسكند هو اللي هيشيل، واخلي الداتا تايب بتاعتهم دبل عشان لو ده حد عشان اسمح ان ايه يكون في كسور. الاوبريشن بتاعتي طبعا اخليها لان الجمع والضرب والطرح دي في كاركتر حروف عندي بتتعامل عندي كانها حروف، فلازم تتخزن في ايه في متغير من نوع ايه. يبقى اول حاجه هعمل سي اوت هقول له دخلي الرقم الاول، وسي ان هي اللي هتاخد الرقم الاول. نفس النظام جمله اقول له دخلي الرقم الثاني، وسي ان ده الرقم الثاني، ونفس نظام الاوبريشن اعمل لها سي ان. يبقى كده انا خدت الرقم الاول والرقم الثاني واخدت الاوبريشن. اسال بقى على الاوبريشن، الاوبريشن عندي هنا متشاله متغير في متغير اسمه اوبريشن، المتغير ده مين شارت. يبقى كان هنا الاوبريشن ده لو مدخله استريت فهتتبعت عنها هتتسال بالشكل ده، فالفاريبل عندي هو شايلها بالشكل ده، فلما اجي اسال عليها لازم اسال عليها بين علامه ايه تنصيص. هرجع الفاريبل زي ما كان. يبقى هنا الاوبريشن ده هو اللي شايل بقى عمليه الجمع والضرب او الطرح والقسمه، وجاي على انها كاركتر واحد فقط. فلما اجي اسال هنا في الكيس لما اجي اسال عن استريك لازم تحط بين سنجل كوتيشن، وبقول له لو هي فعلا ضرب ادخل لي رجع لي ايه حصل ضربهم واعمل بريك، طب لو هي طرح ادخل لي اعمل لي حاصل الجمع حاصل طرحهم وفي الاخر يعمل بريك. لو هي اسمها هسال بقى لو هو الرقم الثاني بزيرو في الحاله دي نوت ايكوال زيرو يعني لا يساوي زيرو، يعني انا مدخله الرقم الثاني اي رقم غير الزيرو في الحاله دي هيدخل يعمل الاسم، غير كده اقول له ما ينفعش ان انا اقسم على الزيرو. ليه؟ لان احنا زي ما شرحنا في الديباج ان الاسم على زيرو دي هتطلع لي ران تايم ايرور، فعشان نحل المشكله دي وما يطلعلناش ايرور في وشنا بنعمل ايه؟ بنسال عن طريق مين؟ الاف. بس لو الرقم اللي هو المقام اللي عندي اللي هو السكند ده لا يساوي زيرو يعني قيمته مش بزيرو في الحاله دي
هيدخل ينفذ لي عمليه القسمه بدون اي مشكله. طيب لو كان زيرو، طب لو كان زيرو في الحاله دي مش هينفع، يعمل لي بقى ايه؟ البريك. يبقى خلوا بالكم البريك هنا محطوطه في ايه؟ عند ايه؟ بره الاف اكس. يعني هو هيشوف في الاول لو الاف متنفذه هينفذ وفي الاخر يعمل بريك. لو طيب لو الاف مش متنفذه هيعمل اس وفي الاخر بريك. شايفين البريك مش جوه لا اف ولا جوه اس، هي براه، بره البلوك الخاص بالاف وخاص بالاس. يبقى هنا بريك بره البلوك الخاص بالاف، البلوك الخاص بالاف اللي هو ده. وطبعا احنا هنا مش حاطين قوس بدايه ولا نهايه لان ده سطر واحد فقط. نفس الكلام الاس مش حاطين ولا قوس بدايه ولا قوس نهايه لان ده سطر واحد فقط. وبره خالص الاف والاف البريك في محاذاه على نفس المكان اللي ماشيه فيه، يبقى جوه الكي تكون موجوده البريك بس، ولا جوه الاف ولا جوه الاس، هتكون براهم هنا. ده مكانها الصح، ما ينفعش احطها جوه كده وداخل اقواس، مش هينفع عندي الكلام. يبقى لازم تكون ايه؟ موجوده. ده مكانها الصح. بعد ما يسال ويخلص هروح اعمل لي ايه؟ البريك. الكيس الثالثه اللي هي الجمع، هيجمع الرقمين. الكيس بقى الاخيره انك دخلت عمليه ايه؟ مش صحيحه. ننفذ كل الحالات دي ونجرب ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. ادخل اول رقم، ادخل 4 مثلا، ادخل ثاني رقم 2. انا هجرب على عمليه الجمع. المفروض 4 زائد 2 هيطبع لي كام؟ 6. فعلا هو ده اللي حصل. انا دخلت الرقم الاول والرقم الثاني، دخل هنا الاوبريشن، الاوبريشن عنده جمع، يدخل في كيس اولانيه. يا ترى هي جمع؟ لا. طب هي طرح؟ لا. طب هي اسمها؟ لا. اروح داخل للجمع، هي وهي جمع هيحج مع الرقمين ويرجع لي المجموع، يطبع حول في الاخر يعمل ايه؟ بريك ويطلع. طب ننفذ ثاني ونجرب حاجه ثانيه مختلفه. نجرب بقى الاسم بقى على زيرو، يعني ادخل الرقم الاول ب4 وادخل الرقم الثاني بزيرو واختار عملية القسمة. ايه اللي حصل بقى؟ دخل فعلا جوه الاف وسأل ورجعني ان مينفعش اقسم على ايه؟ زيرو. لو انا مش حاط، لو انا مش حاطط عندي في الكود الاف الس ده، دخلت زيرو هلاقي باك تالي في وشي وقف لي ايه؟ البرنامج. يبقى هنا همية الاف الس او الكونديشن عند الشروط بتحميني من الباجز والحاجات اللي بتظهر من سلوك اليوزر، لان انا كمبرمج انا مبرمج الحاجه بس اليوزر مش عارف الحاجات دي، ممكن يدخل بيانات وهو مش باله. فعلشان احمي البرنامج بتاعي من اخطاء زي كده وانا بعمل له تيست، لازم اراعي حاجه زي كده. دي كانت السويتش، حاولت اغطيها، اغطي اغلب الحاجات الموجوده فيها. لو في اي حاجه عايزينها تاني اكتبوها تحت في الكومنت وانا اشرحها لكم ان شاء الله.